يقبل قبول العمل لشباب للأسابيع دفعة الثانوية العامة لعام 97-98 والذي يصادف تخرجهم احتفالنا بمئوية هذا المعهد العليم. Thank you.
سيدات وسادة أولياء أمور أعجاب، يسعدني بالأطالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء هيئة التدريس وباسم إدارة المدرسة وإدارة المرحلة الثانوية أن أرحب بكم في لقائنا هذا الذي نحتفي ونحتفل فيه بتكريم أبنائنا بعد اجتيازهم بنجاح يستحقونه تجربة ثانوية عامة. أبنائي الخريجين الأعزاء، مرحبا بكم في طريق الذي قضيتم بها 13 عاما، ونحن نعود ونلتقي مرة أخرى بعد أن اطمأنت قلوبكم وتكللت جهودكم بالنجاح والتفوق، وانتزع كل منكم مكانا ملائما بالجامع بعد صراع لم يكن هينا في خضم المجامع المرتفعة. لقد استطاع 12 طالبا منكم أن يتعدوا حاجز 100%، وهم على الترتيب عماد فرج نصيب، مايكل مجدي محب، معتصم الله محمد، احمد فوزي قرشي، سامح هاني رابط، مايكل مجدي كامل، سامي هاني ربيعي، حامد حكري، محمد عبد الوهاب، وكامل نادي نعيم. وقد بلغ متوسط مجموع اوائل المدرسه 12 106%. اما عن اوائل المواد فقد حصل الطالب احمد فوزي قرشي على الدرجات النهائيه في 4 مواد، وحصل 11 طالبا على الدرجات النهائيه في 3 مواد، و20 طالبا على الدرجات النهائيه في مادتين، و34 طالبا على الدرجات النهائيه في ماده واحده. وتقديرا من اداره المدرسه لابنائي، فقد قررت منحكم شهادات استحقاق من احدى طبقات 3، وذلك وفقا لعدة معايير: مجموع درجات الثانوية العامة، السلوك، المناطق، الأنشطة المختلفة، علمية، ثقافية، رياضية، اجتماعية وفنية. وذلك إيمانا منه بأن سلوك الطالب ومواطنته ونشاطاته المختلفة، هذه المعايير لا تقل في الأهمية عن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في الثانوية العامة. بناء على ذلك فقد أعيد ترتيبكم من خلال هذه المعايير طبقا لمجموع اعتباري يختلف بالقطع عن مجموع الثانوية العامة. أبنائي الأعزاء، إني لأسرح بخواطري وأنا أرى أمامي هذه الكوكبة من رياض مقصد، أسرح بخواطري وأعبر حاجز الزمن. أراكم بعد سنوات رجالا نابهين كالعهد بأبناء الأنصار دائما، تحملون مشاعر الريادة في كل مكان ومكان، مؤثرين فعالين في كل نواحي الحياة والمجتمع. أعزائي، أرجو ألا تعتقدوا أن نجاحكم في حد ذاته كان هدفنا الأول،
فرسالتنا أن نبيع رسالة الأخوة الغير هي تربية وتكون النشأة، وإنه لمن حسن الطبع أن يتواجد الاحتفال بتخرجكم مع الاحتفالية الشاملة بمئوية هذه المدرسة. واعتقادي أن المئوية ليست في مكان تاريخي عبور من الأعوام ولا في وقت اشتراها قوة الفريق منذ قرن من الزمان ليقيموا عليها هذه المدرسة، وإنما المئوية هي ما صنعه صرح دولة الشام من رجال انتشروا في كل مجالات الوطن فأخذوه بكل ما تسلحوا به من إيمان وعلم وخلق، أجيال متعاقبة على مدى هذا القرن تبوأت مراكز مرموقة في مصرنا الغالي. وتحضرني في هذا المقام كلمة كان قد ألقاها الأخ جون جونسون الرئيس الأعلى لهيئة الفريق في العالم في طابور الثانوي في هذه المدرسة منذ عدة سنوات، حيث قال: إن الاختلاف في العنصر أو الثقافة أو اللغة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي هي كلها ذات أهمية ثانوية، فرغم كل هذه الاختلافات فنحن جميعا متشابهون فيما هو أهم وأعظم، وهو أننا جميعا أبناء إله واحد. إذا فنحن جميعا أخوة، ولأن العالم كله لا يعيش روح الأخوة ففيه الظلم والقهر وفيه الكثير من الآلام الناتجة عن الفقر والأمية والكاد والجوع والمرض، من أجل كل هذا يأتي دورنا وهو المساهمة بطريقة أو بأخرى في بناء عالم أفضل يعيش فيه الإنسان حياة جديدة بآدميته، يعيش في سلام ومحبة، عالم نعيش فيه جميعا كأخوة. إذا فإننا نوصيكم أيها الأبناء الأعزاء أن تفرطوا فيما تسلحتم به في هذا المعهد من علم وخلق، فتكملون مشواركم الجامعي بكل جدية والالتزام، وتدخلون معترك الحياة العملية مسلحين بالإيمان والعلم والقيم النبيلة والأخلاقيات السامية. كذلك نوصيكم أيها الأعزاء ألا تنسوا أبدا ما تعلمتموه في هذه المدرسة من إحساس بالآخرين المحتاجين منهم والعايشين على هامش الحياة، فليكن كل واحد منكم متفوقا دراسيا وعلى مستوى عال من الخلق، هذا ما نقدره جميعا ونسعى إليه، ولكنه يا أعزائي سعي إلى هدف غير متكامل، لأنه إذا كان الله قد خصنا بكثير من النعم فنحن نذكر له شاكرين، لكن الشكر وحده لا يكفي، لأنه كان قدرته قد حرم آخرين من هذه النعم أو بعضها لحكمة هو وحده يعلمها. مع هؤلاء يكون ضرورا ألا وهو المشاركة في تحقيق الأمن في عالم أفضل يحتاج فيه المحتاج، يجد فيه المحتاج كرامته كإنسان، عالم حيث الأخوة والصداقة والتضامن والمحبة ليست كلمات فارغة المعنى. أيها الأعزاء، إذا كان من صور الحب أن تبادل المدرسة بتكريمه، فإن إحدى صور الحب الذي نقف عليها هي الوفاء لمن لهم فضل على هذا المعهد وأعطوه من عمرهم وتفانوا من أجله وأجلهم. إذا فإننا نحتفل اليوم أيضا بتكريم اثنين من جيل الرواد من
لمن له بصمات واضحه على هذا الصرح. وما الاستاذ عادل سليم فتلاقي الجهد والتفاني والاخلاص وانكار الذات ما يجعلنا مثلا نحتدي به جميعا. ابنائي هذه الى ختام كلمتي ولا املك الا العباره التي اقولها لابنائي دون احد. لا اقول لهم وداعا فدام 10 عام في الاقل فارتبط رباطا قويا وانتماء متواصل. بل أقول صاحبكم النجاح والتوفيق في دراستكم الجامعية ومن بعدها في حياتكم العملية، وستجدوننا دائما سعداء باستقبالكم سائلين أو راغبين رسولنا مع أفضل تحيات وأطيب أمنيات. في ظل الإضاءة النازحة
متألقة في سماء المجتمع العلمي المصري برئاسة الأخ الفريق إيجر بوك، ولمن وهب روحه وصحته ووقته الابن الوفي للقديس دولاكار الزميل العزيز الأستاذ مجدي عثمان مدير عام المدرسة. كي كنا نحتفل بالعيد المئوي لتأسيس مدرسة دولاكار فإنه من الواجب علينا وتلك سمة من سمات اللاتانيين أن نحتفل أيضا بمرور نصف قرن على اقترانه بالمدرسة طالبا ومدرسا ومديرا يظهر على شؤونها وشؤونها. والولاء والوفاء الذي رغسته في نفوسنا تعليم القديس دولاكار يجعلني أتقدم باسمكم جميعا وباسم جمعية الخريجين وباسم شخصيا بعظيم الشكر والتقدير للأستاذ مكرم فاكيوس مدير الثانوي للمدرسة. وكذا الزملاء الثانويين الزملاء الأساتذة سمير الأشقر وعاطف عزمي وهاني الزبار. الذين يستحقون منا القول بانكم زرعتم الاخلاق والعلم وحصلتم النجاح والتفوق، بل واتقدم بالشكر لجميع العاملين بالمدرسه مديرين ومدرسين ومدرسات واداريين ومشرفين الذين شاركوا في صقلكم جميعا فكانوا نعم العون لكم حتى تبواكم هذا النجاح الذي نحتفل به اليوم. أبنائي زملائي الأعزاء، إن الاحتفال بتقربكم من المدرسة لا يعني أن نقول لها وداعا، بل نقول لها نحن لا نزال نستضر بعلمك وبمبادئك ونحافظ عليها. فبالأمس القريب كنت طالبا فيها وأنت اليوم سفيرا لها من خلال جمعية الخريجين، أقدم جمعية خريجين في مصر حيث انشئت عام 1886. تلك الجمعية التي أسست مدرسة الحقوق الفرنسية وكانت من أسباب إنشاء كلية الحقوق جامعة القاهرة. فأنتم سوف تحملون راية الجمعية في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى، وتبرهنون أن تعاليم القديس دولاكار لا تزال شعلتها باقية أبدا. وجمعية خريج المدرسة كانت ولا تزال وتتظل عند حسن الظن بها، ففي خلال العشر سنوات السابقة منذ عام 1988 ساهمت الجمعية من خلال خريجيها المخلصين في التعاون وبالتعاون المخلص البناء مع الإدارة الحكيمة للمدرسة في مشروع من أجل حياة أفضل وغيرها من الأنشطة الاجتماعية. أبنائي الزملاء الأعزاء، والجمعية إيمانا منها بضرورة التواصل وارتباط الأجيال، فإنني أعلن من خلال هذا الاحتفال عن مشروع طموح موضوعه عمل خريج المدرسة فورة الجامعات خلال العطلات الصيفية في المشروعات الاقتصادية والمالية والسياحية والفندقية التي يملكها الخريجين أيضا. وفي خطة طموحة أخرى فإن الجمعية يسعدها أن تتلقى طلبات الخريجين الذين أنهوا دراستهم الجامعية مساهمة منها في إيجاد العمل المناسب في المشروعات التي يملكها أو يشرف عليها على إدارتها الخريجية. كما أن الجمعية في رأس منها للتطور والنمو، فإنها تهنئ نوادر المدرسة على نموهم وتنوي شهادات استثمار لمن تبوأ المركز الاول والثاني على القسم الادبي والمركزين الاول والثاني في كل من مادتي الرياضيات والعلوم. الاخوه والاساتذه والزملاء والابناء، انه ان كان التطور العلمي يقاس في هذه الاونه من منظور مادي بحت، فان التطور العلمي يقاس دائما في مدرسه دولاكار من منظور تربوي اخلاقي،
لأنه المدخل الحقيقي للتفوق العلمي. لهذا سوف تظل تعاليم القديس بلسان باقية وجدانها، وسوف تشعر أعمال اللاسلامية في العالم أجمع أن مدرسة بلسان بالظاهر أنجبت رجالا فقر بهم مصرنا الغالية، وأنه إن كان بعيد الوطنية المصرية الحديثة كمصطفى كانت قد عبر عن اعتزازه بأمتنا المصرية ومقصوراته الخالدة، لو لم أكن مصريا لولدت أن أكون مصريا، فإنني أعبر عن اعتزازي بمعشوقتي لمدرسة دولافان بأنني لو لم أكن خريجا في مدرسة دولافان لولدت أن أكون أحد خريجيها. Pour cela, appuyez-vous sur des principes de vie
et les méthodes de travail que vous avez acquis dans cette maison. Restez des hommes épris de savoir et de compétences, des hommes dont la culture ne se résume pas à des programmes d'études et à des examens, des hommes capables de s'adapter, de faire face aux défis de la vie. Soyez des hommes ouverts aux autres dans un esprit de fraternité. Soyez des hommes de foi. La devise de cette année du centenaire de notre collège, 100 ans de don, nous rappelle l'esprit de ceux qui ont fait exister ce collège, il y a un siècle. Elle nous montre vers les nombreuses générations de frères, d'enseignants, d'élèves qui vont venir et vous en faites partie. Plus qu'un souvenir, cette devise est un programme. Programme de vie auquel vous vous êtes exercé durant vos années d'études ici. Nous voulons cette année plus que jamais réaliser au programme ce réaliser au collège ce programme à travers des initiatives comme la journée du don du sang de mercredi dernier à laquelle plusieurs ont participé. Cet esprit de fraternité a trouvé une nouvelle expression cette année, le 23 octobre, à l'occasion de la fête des enfants du collège pour l'année du centenaire. Dans sa préparation, comme dans son déroulement, les élèves du collège, du secondaire, mais aussi du préparatoire, plusieurs dizaines, ont pris en charge les plus petits et ce fut une très belle fête. D'autres soirs, d'ouverture aux autres, sont des caractéristiques par lesquelles on doit vous identifier comme l'Assalien, ancien élève du collège de la Salle. Notre monde attend des hommes donnés qui refusent le fanatisme et l'accaparement du pouvoir et de l'argent. Au seuil du 21e siècle, c'est à une civilisation de l'amour que notre humanité aspire, celle du respect et de la défense des droits de l'homme, en commençant par ceux de l'enfant. Soyez-en sûr, cette civilisation ne se conduira pas sans vous. Je vous remercie de votre attention. وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَالِدٍ وَكُلُّ رَبِّ أُسْرَةٍ تَأْمُرُ سَعَادَةً فَلْنَجْتَمِعْ كُلَّ هَذِهِ السَّعَادَةِ في قلب واحد هو أهل أن يسعى لأنه قلب كبير يسعى الضرر بكل ما فيها يريدهم برعايته ويتابعهم بعنايته من معلمين ومعلمات وعاملين وطلاب لا أبالغ أن أقول إن عنايته تمتد إلى مقدار حوار هذه الدار رفعتها شغل الشارع ونقيها دب الدروب بما تعتدي من صباح الباكر لا يبادرها الى العمدان لا يشاركها في قلبه شيء مع ربان سمينتنا وقائد عيادنا والذي يستحق تهيئه الليلة لوصول تحياته الى بر المال دعاء من الاعماق الى ان يرعاه بالصحه وان ينير له بصيرته ووسطه وأن يجدد كل قراراته ملاح مع الوالد والصديق والأخ والمدير الأستاذ مجدي قزمة.
وتكفي سيئاتنا وجميع العاملين بها. يسعدني ان ارحب بكم جميعا في هذه المناسبه السعيده التي اجتمعنا فيها لتكريم ابنائي. تكريم اولئك الشباب الذي استطاع ان يحترم ثقتنا فيه ويثبت جبروته بعد ان قدمت له المدرسه طوال فتره وجوده والتي دامت 13 عاما قدمت ما راته صالحا لتربيه نشء متكامل ينفع نفسه ووطنه. قدمت له ذلك من خلال يوم دراسي يمتزج فيه المنهج العلمي والسلوك التربوي امتزاجا كاملا. وتكريم لمن شاركوا على المدى البعيد في تكوين هذا الشباب حيث نكرم كل عام بعضا من السادة المعلمين وهذا تقليد نتبعه كل عام. لم يكن دور المدرسة في نقل المعلومات وتزويد الطلاب بالمعلومات والمهارات الوظيفية اللازمة، ولكن تعليمهم كيف يفكرون لكي ينظموا أمورهم بطريقة منهجية علمية، وكيف يمتلكون حبا وعزما وقوة لكي يستجيبوا للمتغيرات والتحديات ويفرقون حياتهم وفقا لها. وفي ظل النظام العالمي الجديد ومع اقترابنا من القرن 21 سوف نصبح ضاحية في هذا العالم، وسيكون العقل والعلم محور التحدي والتغيير والتطوير، وكان لابد من إعادة صياغة نظامنا التعليمي مناهج وعلوما تربوية جديدة لتغطية الاحتياجات الخاصة للطلبة تهدف لإعداد الطلبة بتزويدهم بالقدرات التي يحتاجونها لأخذ مواقعهم في المجتمع. إن التعليم أداة القادر لمواجهة المستقبل وكل ما يحدث به من آمال وآلام، وعصاته الصحية التي تعينه على الحياة الكريمة التي تتفق بروح العصر. والأهداف التي تعمل المدرسة على إنجازها تتلخص في تكوين الطالب على مدى سنين عمره تكوينا انسانيا قويا في مختلف الاتجاهات الفكري والشخصي والاجتماعي، ويظهر على تحقيق ذلك نخبه من الربان والمعلمين والواقفين الى جانب الاداره تحركهم ركن واحد. والمدرسة في هذا تتوافق مع ما تسوغ وزارة التربية والتعليم من جهود لتطوير التعليم باعتباره مشروعا قانونيا متفقا مع إعلان الدولة أن التعليم لم يعد خدمة بل هو استثمار تجني من ورائه أفضل نتائج بشرط حسن الأداء وتقديم أفضل الإمكانات لكل عناصر الوصول التعليمية مدرسة ومعلم وطالب. أبنائي الطلاب، لقد خطوتم الخطوات الأولى بكلياتكم الجامعية، ولعلكم لاحظتم اختلاف الدراسة الجامعية عن الدراسة في مختلف مراحل التعليم الأخرى، فهي تحتاج منكم
التكلم. فلماذا اختار الكلية التي تتفق وميوله ولمن فرضت عليه كلية طبقا للمجموع؟ أقول جاهد وتفوق في دراستك، فوطننا في حالة ماسة لكل التخصصات، والكلية هي التي تتيح لك الآن الفرصة لكي تنفتح على المجتمع الكبير بكل إيجابياته وسلبياته. إن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف، كما أن العلم هو الدعامة الأساسية للتقدم نحو أساس المستقبل. وتقدم الأمة غني بعقول أبنائها وقوة سواعدهم. إنهم أبناؤنا الذين نبذل جميعا كل ما في وسعنا من أجل تنشئتهم النشأة السليمة ورعايتهم رعاية الوالدة، حتى نستطيع أن نكون فيه قد سلمنا لهم راية الحفاظ على هذا الوطن، أرض مقدساته وإنجازاته. وأنه بدون الناس إنه في معنى أو ذلك بصنع القوة الحديثة والوعي، وبدونه لن نستطيع أن نشكل القوة الحقيقية. والقرن القادم ليس فيه مكانا للجهلاء وانصاف المتعلمين. وإذا كانت مصر أكبر وأقدم حضارة الوجود فلن يسمح أبناؤها لأنفسهم أن يتخلفوا في السباق العالمي الجديد والذي لا يقبل ببال إنسان أصغر. ولله من حسن الطبع أن يوفي حفلة تقاربكم هذا العام احتفال المدرسة بمئويتها، فمما لا شك فيه أنه حدث بارز في حياة هذا الصالح، وكل من ينتمون إليه أن يشهدوا ويوافقوا الاحتفال بعطاء الأسر. وما تقاربكم على هذا الوجه المشارك إلا ترجمة حية لهذا العطاء، عطاء دام في رحاب هذا المكان 100 عام يليها 100 و100 بفضل إخلاص كل المنتمين للعمل الأسري وبتوفيق من الآن. فكل صور الاحتفالية التي تتم تليق وعلاقة وقدر هذه المدرسة. أرجو منكم أن تكون خير سفراء لها في مواقعها. ولا يفوتني أن أنوه بمشاركتكم في عيد الحب بالمدرسة، حيث شارك 37 في التبرع بالدم لصالح مستشفى البلاد في يوم الأربعاء الماضي 4 نوفمبر، فكان حقا عيد العطاء والناس. وقبل أن أختم كلمتي يسعدني أن أنقل ترحيب جمعية خريج مدارس الفريق بكم وسعادتها بالانتماء لأغنيتها، وهي والمدرسة يرحبان بكم في أي وقت للزيارة لطلب النصيحة، لطلب العلم، لممارسة الأنشطة المختلفة، أو للاستفادة بمجالاتها الثقافية. فأبدا لا تغلق أبواب دراسات في وجه أبنائها. السيدات والسادة، إلى أسرة المدرسة، إداريين وعاملين ومدرسات ومدرسين، تهنئة خالصة من القلب، فأنتم تجنون اليوم ثمار ما قدمتم مخلصين صادقين، فكانت النتائج الطيبة، فحق لكم أن تسعدوا
ووجب علينا أن نقدم لهم الشكر ولا ننسى أولياء الأمور الذين كانت مشاركتهم في الفكر والعمل خير عون لتحقيق هذا الإنجاز. فهنيئاً لأبنائنا النجاح، وهنيئاً للمدرسة هذه القلوب والعيون السابرة على نهضتها ورؤيها. وشكراً. Maddie.
سليم مرحب ثاني علوم ايضا. William Hakim, I would like to have a
الرياضي وأهلا أول مدرسة رياضة واحدة الرابعة من شهر ربيع. شادي أبو ديمتري أول مدرسة رياضة واحدة. Thank you.
الدين جابر الحلبي. Thank you.
الله يرضى. أول مدرسة في اللغة الإنجليزية.
الإنجليزية ورياضة التيم. رامي كمال الله
لانه متعب بالقضيه العسكريه وما قدرش يحضر معانا النهارده. Yeah.